في مجلس الأمن حضر هم اليمن من جديد، وفي هذه القاعة استمع المجتمعون إلى الوسيط الدولي إسماعيل ولد الشيخ عن نتائج لقاء الكويت المتعثر حتى اليوم، وعن المقترح الأممي لإنهاء العقدة اليمنية. تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. ليست الإحاطة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسار الأزمة التي طال أمدها وتعقدت الحلول في طريقها، لكنها قد تكون الفاصلة فيما يتعلق بإقرار التسوية المراد لها. يقول ولد الشيخ أحمد إن مقترحه المقدم جاء بعد لقاءات مكثفة مع الأطراف، ويتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 22/16 وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي هذه النقطة بالتحديد يتساءل ولد الشيخ: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ واضح من هذا التساؤل والنقاش الأممي أن الأزمة اليمنية أمام مرحلة خطيرة من التحول في مسارها، قد تفضي ربما إلى ما أفضت إليه جهود الوسيط الدولي السابق جمال بن عمر. وما المفاضلة بين خطوة البدء بالإجراءات الأمنية أو تشكيل الحكومة إلا محاولة استباقية للقفز على كل ما نص عليه القرار الدولي قبل أي نقاش سياسي. الحكومة هي الأخرى تؤكد أن الخوض في أي نقاش قبل تسليم السلاح والانسحاب من كافة المدن وغيرها من الترتيبات المتفق عليها ليس إلا شرعنة للانقلاب وتتويجا للمأساة. سعادة السيد، تأكيد الحكومة جاء على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، والذي قال إن أي حلول سياسية يجب أن تستند على القرار الأممي 22/16 والمرجعيات المتفق عليها. وأنا أتحدث إليكم الآن، تقوم ميليشيا الحوثي وصالح بالتصعيد العسكري في كل الجبهات، في الجوف والضالع ومريس والقبيطة، وتستهدف في منطقة القبيطة الاستيلاء على جبل جالس الاستراتيجي، حيث توجد فيه محطات الاتصالات للمحافظات الجنوبية، ويتوقع قطع الاتصالات على المحافظات الجنوبية. هذا التصعيد العسكري اعتبره رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي في سلسلة تغريدات له نسفا لجهود المبعوث الأممي ورسالة تحد لمجلس الأمن. لكن ولد الشيخ أحمد الذي يرى في مهمته العسيرة فرصة القفز إلى الأمام، بدأ متفائلا بإمكانية قطع الطريق أمام الحرب بعد أن تمكن حسب تعبيره من إنجاز أرضية مشتركة لم نرها ولم نسمع عنها. وقال ولد الشيخ أيضا إنه نجح في دفع الأطراف لإطلاق أعداد كبيرة من المختطفين وتبادل الأسرى، غير أن تلك الصفقات تمت خارج إطار المشاورات، بالإضافة إلى أن الميليشيا أفرجت عن القتلة وتجار المخدرات وليس المختطفين والصحفيين كما توثق الحقائق بالصوت والصورة. خلف كل ما يدور إذن يبدو أن صراع إرادات وتباينات في المواقف تنذر باستمرار الدوران في حلقة الأزمة اليمنية التي بات فيها لسان حال اليمنيين كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها.